نعم، أخونا عبد الله يصلي وهو جالس لزيادة الوزن. سجوده وهو جالس على الكرسي هل كسجود من يسجد على الأرض؟ أقول نعم. للسائل الكريم بارك الله فيه، أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك، اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، صلاتك مثل صلاة الجالس على الأرض والساجد والذي يؤديها كالإنسان الصحيح، فأنت مثله تماما، والله تعالى يتقبل منك عملك، لأن الذي حبسك هو الله، وهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فطب نفسا وقر عينا واهدأ بالا، واعلم أنك بسجودك وركوعك كما لو كنت تسجده على الأرض، فإن الذي منعك من هذا هو الذي أباح لك هذا، وهو الذي فرض، هو الذي أباح سبحانه جل في علاه. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. اللهم آمين، ربنا يشفيك ويعافيك يا يا عم رب. عبد الله.